قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح إن الوزارة ستواجه بالانتخابات الفرعية أو ما يسمى بالتشاوريات بكل قوة وبسلاح القانون. الشيخ محمد الخالد وخلال زيارته مقر إدارة شؤون الانتخابات للاطلاع على آخر الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة 2016 أكد أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مطلقاً إزاء مخالفة القانون، وسيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن. قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أكتوبر لعام 2016 بزيارة إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد وعددا من القيادات الأمنية. وقد اطلع معاليه خلال الزيارة على عملية تسجيل المرشحين والمرشحات، وتعرف على كافة التسهيلات المقدمة لهم وسير إجراءات الترشيح، وعلى آلية التعاون بين إدارة شؤون الانتخابات والجهات المختصة في الدولة. وقد أدلى معالي الشيخ محمد الخالد بالتصريح التالي: أشكر كل القائمين على التسجيل من رجالها إلى نسائها، وأهني جميع المرشحين، وإن شاء الله الكل فائز بما أن دولتنا الحبيبة الكويت بتفوز بهذا العرس الديمقراطي. إذا نقسم بالله الكل فائز، فنرجو من الجميع أنه يكون واضح في عملية طرحها. نحن نفهم ترشيح وبرلمان وندوات، لكن خنحط بين عيوننا اللحمة الوطنية، الوحدة الوطنية. فأنا على شك، بدون شك أنا على يقين أنه من غير قصد ببعض زملائنا وأخواننا وأخواتنا المرشحين، من غير قصد قاعد يمزق في الوحدة الوطنية. فأرجو أن نكون دقيقين في عملية روحاتنا وكل ما يخدم دولتنا الحبيبة إن شاء الله في ظل قيادتنا السياسية. طلبنا لجعل التغطية الإعلامية برا المبنى، لأن المبنى مثل ما أنتم شايفين مبنى متواضع وصغير، وكثرة المرشحين وربنا يزيدهم إن شاء الله. فعشان كذي رأينا أن يكون يمكن في بداية الأيام الأولى ما كانت في استعدادات لعملت فيما بعد. وزارة الداخلية دائما بفضل رب العالمين وبدعم السياسة، القيادة السياسية العليا ووقوفكم، وقوف أهل الكويت معاهم ودعمهم دائما مستعدة. أمس مثل ما يمكن شفتوا الفريق سليمان اجتمعوا في القيادات هنا لحثهم على موضوع الاستراتيجية القادمة إن شاء الله لوزارة الداخلية. احنا كنا بدينا مثل ما انتم عارفين من قبل رمضان بوضع استراتيجية إلى فتح صناديق الاختراع، فكنا ماشيين فيها بفضل رب العالمين ودعمكم بخطوات ثابتة وواضحة. أما الآن قدمت الانتخابات فهي نفس الاستراتيجية. الآن فريق سليمان والقيادات تقدموا الاستراتيجية قادمة، فبفضل رب العالمين ودعمكم إن شاء الله وتوفيق رب العالمين الأمور إن شاء الله. نحن لا نضع القانون، نحن نطبق القانون، نحن نطبق القانون. على موضوع بعد شيء بالشيء يذكر في لجنة من رجال أفاضل وكلهم قانونيين، يرأسهم سعادة المستشار سلطان ماجد أبو جهل، واللي هو ليست أول انتخابات هو يرأس هذه اللجنة في انتخابات سابقة، هم من يتمحضون تسجيل داخل ومن ثم يبتدون في البحث. هم راح تثري يا لو بالعكس راح تثري بدون شك. نعم تدعون لي وادعوا 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 اهل الكويت كلهم يوم 26 ان شاء الله. نعم يروحون اليوم نعم يروحون وينتخب. انا يهمني التواجد، يهمني الحضور، يهمني كذا. هذه نجاح دولتكم الحبيبه، تدعو الجميع الى المشاركه العمليه. الجميع وربنا إن شاء الله يوفق الجميع، ومثل ما قلت في البداية الكل ناجح.